بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نتحدث عن التغييرات المتوقع حدوثة في البي ام بي اكزام ومتوقعة من يوم 11 يناير 2016. التغييرات ما هي ظهور اديشن جديد في البي ام بي او بين بوك 6 اديشن لا هو الفيفث اديشن حيواصل معنا مع ثمانية تغييرات في الخمسه دومين بتاعتنا التغييرات ملخص التغييرات واحد عندي ثلاثه تاسكات في الانيشييتنج وعندي تاسك واحده في البلاننج وعندي تاسكتين في الاكسكيوتنج واثنين في المونترنج كنترولنج والكلوزنج ما فيه اي تغيير نقرا التاسك ونشوف بعد داك تفاصيل التغيير اول تاسك غيرت في الانيشيشن ترتيبها هي تاسك رقم 2 identify key deliverables based on the business requirements In order to manage customer expectations and direct the achievement of project goals. ما أضافت حاجة هي عبارة عن تكست يضيف لنا بعض المعلومات عن إنه نحن بنجمع معلومات عن الميجر deliverables عشان نحقق الأهداف بتاعت المشروع. التاسك الثاني حسب الترتيب بتاع ام PMI هي تاسك 7 وتاسك 8. تاسك 7 بتقول شنو؟ بتقول conduct benefit analysis with relevant stakeholders to validate project alignment with organizational strategy and expected business value. الآن بدوا يتحدثوا الـ PMI عن المشروع وعلاقة المشروع بالـ organization. يعني بيتكلموا عن إنه المشروع يفترض يكون محقق للأهداف الاستراتيجية للـ ويحقق لها الـ value المرجوة. التاسك الثالثة في الـ initiating هي تاسك 8 وتاسك 8 بتقول inform stakeholders of the approved project charter to ensure common understanding of key deliverables, milestones, and their roles and responsibilities. هي تاسك ما بنعتبرها جديدة هي عبارة عن اختار لكل أصحاب المصلحة الستيك هولدرز بأنه تشارتر حصل له أبروفل دي الثلاثة تاسكات الموجودة في الانيشيتين بالنسبة للبلاني التاسك الأضيفة تعتبر تاسك 13 وهي تاسك واحدة نصها بقول develop the stakeholder management plan and analyzing needs, interest and potential impact in order to effectively manage stakeholders' expectations and engage them in project decisions. Uh, هي لها علاقة بالتواصل مع الستيكولدر عمل خطة التواصل ودي واحدة من تأثيرات التشابتر الجديد الأضيف للفيفس اديشن اللي هو تشابتر الستيكولدر بالنسبة للـ Executing عندنا تو تاسك ترقيمهم تاسك 6 وتاسك 7. طيب تاسك 6 قالت: manage the flow of information by following the communication plan in order to keep stakeholders engaged and informed. ما فيها حاجة إضافة، ما فيها زيادة، هي عبارة عن manage the communication و manage the stakeholder engagement وديل أصلاً 2 processes موجودين في الـ Executing Process Group. التاسك السابعة أو رقم سبعة في الـ Executing Maintaining stakeholder relationship by following the stakeholder management plan in order to receive continued support and manage expectations. برضو التاسك دي تتكلم عن manage الـ stakeholder engagement في الـ Execution وبرضو ما تاسك أضافت كتير. عندنا 2 تاسك موجودين في monitor and controlling تاسك رقم ستة و تاسك رقم سبعة تاسك رغم ستة نصها capture, analyze and manage lesson learned using lesson learned management technique in order to enable continuous improvement هنا عادة في المونيترال كونترولين نحن بنستفيد من lesson learn we capture it we analyze it عشان نستفيد منها في المشروع الحالي وفي المشاريع الجاية آخر تاسك عندنا في الثمانية تاسكات اللي بيعدلوا في التغيير الجديد هي تاسك 7 في المونيتر اند كنترولينج نصها مونيتور البروكيورمنت اكتيفيتيز اكوردنج تو ذا بروكيورمنت بلان ان اوردر تو فيريفاي كومبلاينس وذ بروجكت اوبجكتيف هنا كلمه كومبلاينس بتعني الالتزام بكل الاشياء اللي لها علاقه بالبروكيورمنت والريجوليتري المطلوبه ديلا الكلوزنج طبعا ما عندنا فيه اي تغيير نفس الكلوزنج دومين خلاصة التغييرات الموجودة في ام PMI اللي هي ظهرت في الـ Examination Content Outline هي عبارة عن تغييرات ماينر جدا أي طالب درس الـ PIMBOOK Fifth Edition يواصل على الدراسة ما في أي تغيير في الماتيريال ما في تغيير في المنهج بتاع الاستدي حقه ويمتحن عادي لا نتوقع أنه حتتغير أي حاجة في الـ PIMBOOK ونتمنى للناس التوفيق وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا